من فتقة دي متاه تاه كل واحد فينا لما نسي ان كلامه عربي، تهنا كلنا لما نسينا ان عاداتنا عربي. احنا تهنا بس راجعين، وعشان نرجع بقوة لازم نعرف تاريخنا. أبطالنا عربي وثقافتنا عربي وأرضنا بتتكلم عربي، ومع مدينة مصر هنحكي حوادثنا بالعربي. إحنا اللي هنحكيها، محدش تاني يحكيها لنا، وده مش هيكون دوري لوحدي. دي رحلة هنبدأها سوا، وكل واحد فينا له دور يحكي ويشاركنا بطريقته. العربي أصلي مع مدينة مصر.